السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناتي التعليمية. في هذا الفيديو إن شاء الله الموجه للإخوان مترشحي لمباراة التعليم إن شاء الله، غادي نحاولوا نعطيهم بعض المعلومات على أوجه التشابه والاختلاف بين التخصص والابتدائي، لأنه بزاف ديال الإخوان بغيت يترشحوا إن شاء الله لمباراة التعليم لكن مازال متخوفين، لاش غادي ندفع، واش الابتدائي ولا التخصص. في هذا الفيديو ان شاء الله نعطيكم بعض المعلومات على التدريس في التخصص والتدريس في الابتدائي، اوجه التشابه والاختلاف. اول غادي نبداو بالامتحان، يعني الامتحان ديال الابتدائي والامتحان تاع التخصص. اولا بالنسبه للابتدائي كيكون عدد المناصب شويه اكثر من التخصص. ثانيا بالنسبه للاستعداد كيكون في الابتدائي شويه اكثر، علاش؟ لانه في الامتحان ديال الابتدائي كاين تقريبا خمسه المواد، غادي يجتاز المرشح تقريبا خمسه المواد: عربيه، فرنسيه، الرياضيات، العلوم والديداكتيك، وعلوم التربيه. السنه اللي فاتت بسبب كورونا كانت علوم التربيه تم الالغاء ديالها، ولكن كاين هذه المواد الاساسيه. اما التخصص فالمترشح كيجتاز تقريبا في مادتين، كيجتاز الامتحان في مادتين: مادة التخصص وعلوم التربية. نعطيكم مثال: أستاذ ديال اللغة العربية أو موجز في اللغة العربية بغى يجتاز الامتحان في التخصص اللغة العربية، غادي يجتاز الامتحان في مادة ديداكتيك اللغة العربية وفي علوم التربية. أيضا بالنسبة للإجازة الفرنسية المترشح غادي يجتاز الامتحان في تخصص اللغة الفرنسية، ديداكتيك اللغة الفرنسية وعلوم التربية، ونفس الشيء لجميع المواد. إذا تكلمنا على الامتحان غنتكلموا على الصالير، يعني الأجرة. فالأجرة فهي تقريبا متشابهة، لأن في التخرج كيتخرج أستاذ ابتدائي وأستاذ ديال التخصص، يعني أستاذ ديال الإعدادي أو التأهيلي الثانوي بنفس الأجرة، لأنهم عندهم نفس الشهادة، يعني دخلوا المراكز التكوين بنفس الشهادة وهي شهادة الإجازة، يعني غيتخرجوا بنفس الدرجة اللي هي السلم 10، غيتخرجوا بسلم 10، يعني عندهم تقريبا واحد السالير تقريبا 5000 درهم تقريبا. ولكن كاين اختلافات في التعويضات، كاين مثلا اللي عنده الأبناء عنده تعويضات إضافية، كاين اللي عنده مثلا ساكن في المناطق النائية عنده تعويض على المناطق النائية ولا المناطق الجنوبية. كاين اختلاف في التعويضات، ولكن الاجر والدرجه الاداريه فهما متساويين فيها، سواء الابتدائي او التخصص. بالنسبه لظروف العمل، ف اساتذه التعليم الابتدائي غالبا كيكون التعيين ديالهم في العالم القروي كما كنعرفوا، الفرعيات في الجبال، جبال الاطلس، يعني غالبا في مناطق اللي كتكون شويه نائيه وصعبه، غالبا واحد النسبه كبيره شويه. ولكن التخصص الاعدادي والثانوي كما كنعرفوا ان الاعداديه ما عندهاش فرعيات، يعني ما عندهاش قسم هنا في الدوار وقسم هنا، لا، كتكون اعداديه غالبا في واحد الفيلاج، غالبا فيه الشانطي، فيه الضوء، في الماء، ماشي كتكون في دواوير معزوله بحال التعليم الابتدائي. ونفس الشيء الثانوي، حتى الثانويه ايضا ما كتكونش في دواوير، يعني غالبا كتكون في واحد الفيلاج واصل ليه الشانطي او قريب للمدينه. هذا بالنسبة للتعيين. وبالنسبة لأوقات العمل أو ساعات العمل، فأستاذ التعليم الابتدائي كيشتغل تقريبا 30 ساعة، أما أستاذ التخصص كيشتغل تقريبا 24 ساعة، وأحيانا في مناطق للعالم القروي اللي كتكون اللي يكون فيها عدد التلاميذ قليل يقدر يشتغل ساعات أقل، يقدر يشتغل مثلا 3 أيام ولا 4 أيام في الأسبوع فقط. نمروا بالنسبة للفئة المستهدفة، كما كتعرفوا ان اساتذه التعليم الابتدائي كيشتغلوا مع واحد الفئه اللي هي صغيره تقريبا قل من 11 سنه، قل من 12 سنه، يعني يمكن مازال تقدر تحكم فيهم وتتعامل معاهم تربويا، يعني يسمعوا ليك يحترموك. اما بالنسبه للتخصص وغالبا كنعرفوا ان وسط المدن، يعني وسط المدن الكبرى كيكون صراعات، كيكون شنآن بين الاساتذه وبين التلاميذ، كاين واحد الظروف الاجتماعيه، كاين المراهقه، كاين بزاف ديال الاشياء كتخلي تكون صراعات، ولكن هذا ماشي مشكل كبير. اذا هذه المعلومات هذه اللي شفنا في هذا الفيديو، هذه اوجه التشابه والاختلاف بين مباراه التعليم الابتدائي ومباراه التعليم الاعدادي والتاهيلي، يعني التخصص، هي اللي تخلي المترشح يعني يحدد المباراه اللي غادي يستعد لها وغادي بريباري فيها مزيان ان شاء الله،
ويتوكل الإنسان على الله. وشكرا جزيلا لكم، ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا ليصلكم كل جديد، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله.